السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في مجلس من مجالس الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة الرابع من محرم لسنة 45 و400 وألف، الموافق ليلة 22 من شهر يوليو لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، ومع المجلس السابع مع التعليق على سورة الأنفال. ونبدأ في هذه الليلة إن شاء الله تعالى بالجزء العاشر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا النظر في كتاب الله كله سبحانه وتعالى. ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى. نحن في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى في ضاحية الصديق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. في هذه الآيات قراءة للسيرة، وقراءة السيرة تفسير للقرآن، وهكذا الذي يقرأ القرآن بتدبر وتفهم يفهم الأحداث التي وقعت، والذي يقرأ السيرة كذلك بتدبر وتفهم ويحرص على السيرة الصحيحة يفهم من خلالها أيضا كتاب الله تبارك وتعالى، إذ المصدر واحد وهو الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. اعلموا أي تيقنوا، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، أي إن تيقنتم أنهن مؤمنات. وهنا واعلموا أي تيقنوا، اعلموا علم اليقين أن ما غنمتم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والغنيمة غير الأنفال، النفل والفيء هذا ما يؤخذ بدون قتال، الغنيمة هي التي تؤخذ بقتال، الغنيمة هي الأموال التي تؤخذ من الكفار بعد قتال، هذا تسمى الغنيمة. والله سبحانه وتعالى يقول: اعلموا أن ما غنمتم، أي كل ما غنمتم من شيء، أي شيء قل أو كثر، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان نبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ولو كان شيئا يسيرا. ولما مات أحد المقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وكان مولى، فقالوا: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره. وهي شملة عباءة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، يعني السرقة، أن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. الله تبارك وتعالى يقول: الغنيمة هذا مصرفها. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، أي شيء، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا تقسيم الغنيمة في الإسلام. إذا غنم المسلمون من الكفار غنيمة فإن هذه الغنيمة يقسمها القائد إلى خمسة أخماس، يقسمها إلى خمسة أخماس: 80% اللي هي تعتبر كم؟ 4 أخماس. 80% التي هي 4 أخماس للجيش الذي شارك في القتال، 80% من الغنيمة تكون للجيش الذي شارك في القتال. هذه 4 أخماس للمشاركين في القتال، للراجل سهم، وللفارس سهم، ولحصانه سهمان، الحصان أكثر، ولحصانه سهمان، 3 أسهم يأخذ، بينما الراجل الذي على رجله أو على بعير أو على حمار أو على بغل سهم واحد، والذي على فرس 3 أسهم. تقسم 4 أخماس الغنيمة، 80% من الغنيمة، 80% من الغنيمة على المقاتلين. يبقى كم؟ يبقى خمس، وهو 20%. هذا الخمس قال الله تبارك وتعالى: فأن لله خمسه، خمس الخمس يعني، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن 20% إذا قسمت على 5 كم؟ كل واحد 4%، يعني 4% لله والرسول، 4% لذوي القربى،
4% اليتامى، 4% المساكين، 4% لابن السبيل. هكذا تقسم الغنيمة في الإسلام، لا كما يفعل الآن الرافضة، يأخذون 20% من الناس يقول هذا الخمس. هذا كذب وزور وافتراء على دين الله تبارك وتعالى. لكن الغنيمة في دين الله تبارك وتعالى هذه التي ذكرها الله في كتابه سبحانه وتعالى، فأن لله خمسه وللرسول، خمس الله والرسول واحد، الذي لله والرسول واحد يكون لله والرسول. والأصل في هذا الذي يكون لله والرسول أنه لعامة المسلمين، لأن الرسول لا يأخذ شيئا. يقول لله والرسول خمس وهو مردود عليكم. الرسول أزهد الناس بالدنيا صلى الله عليه وسلم، وهذا الخمس الذي يأخذه يجعله في بيت المال لعامة المسلمين في النهاية، ولا يأخذ شيئا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا حقه صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد وفاة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه هذا الخمس يكون لولي الأمر، لخليفة المسلمين، يتصرف في هذا الخمس الذي هو 4%. فلله والرسول ولذي القربى. ذو القربى أهل العلم على 3 أقوال، من هم ذو القربى الذين يستحقون ما يسمى بخمس الخمس اللي هو 4%، خمس الخمس، هذا لذوي القربى، الذي عليه جماهير أهل العلم أن المقصود بذوي القربى هم ذو قربى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذو، وبعضهم قال ذو قربى ولي الأمر، يعني في زمن الرسول ذو القربى هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. في خلافة أبي بكر قربى أبي بكر الصديق، في خلافة عمر قربى عمر، وهكذا إلى يومنا هذا. والذي عليه جماهير أهل العلم أن ذوي القربى هم ذو قربى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان. ولكن اختلف أهل العلم من هم هؤلاء، من هم ذو قربى النبي صلى الله عليه وسلم، على 3 أقوال. القول الأول أن ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط، بنو هاشم وبنو المطلب، عبد مناف والد هاشم ووالد المطلب، عبد مناف والد هاشم ووالد المطلب عم عبد المطلب، نتكلم عن المطلب وليس عبد المطلب ابن هاشم، نتكلم عن المطلب، عم عبد المطلب أخو هاشم. عبد مناف عنده 4 أولاد، عنده الهاشم وعنده المطلب وعنده نوفل وعنده عبد شمس. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه سهم خيبر أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، ولم يعطي بني نوفل ولم يعطي بني عبد شمس. فجاءه جبير بن مطعم، وجبير بن مطعم من بني نوفل، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه في عبد مناف. وعثمان بن عفان، وعثمان بن عفان من عبد شمس، أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله أعطيت بني هاشم، هؤلاء يعني بنو عمك مباشرة، لكن أعطيت بني المطلب ونحن وبنو المطلب شيء واحد، يعني إذا المطلب أخو هاشم، نوفل أخو هاشم، وعبد شمس أخو هاشم، لماذا فرقت بيننا وبين بني المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب كشيء واحد. ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذا في مسلم. وفي رواية قال عند النسائي قال إنهم لم يفترقوا عنا في جاهلية ولا إسلام، يعني بنو المطلب أقرب إلى بني هاشم من بني عبد شمس وعبد وبني نوفل. فقال بعض أهل العلم أن ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب. ومن بني المطلب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقال له الإمام المطلبي لأنه يرجع نسبه إلى المطلب ابن عبد مناف. فهؤلاء بنو المطلب وبنو هاشم هم ذو قرب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قريش
حاصرت النبي صلى الله عليه وسلم معه في شعب أبي طالب 3 سنوات لا يناكحونهم ولا يكلمونهم ولا يجتمعون معهم ولا يبيعونهم ولا يشترون منهم، وضاقت بهم الدنيا حتى إنهم أكلوا ورق الشجر. من الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسلمون عموما، ثم من غير المسلمين خرج معه بنو هاشم وبنو المطلب على كفرهم، يعني الكافر منهم خرج كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من بني المطلب خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فزعة من ناحية القرابة وليس من ناحية الدين، لكن ما عدا أبي لهب هو الذي لم يخرج فقط، أما بنو نوفل لم يخرج منهم إلا المسلمون، وبنو عبد شمس لم يخرج منهم إلا المسلمون، وأما بقيتهم فكانوا حربا على النبي صلى الله عليه وسلم مع باقي قبائل قريش. ولذلك يقول أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل. يقول: أنتم أبناء عمنا تركتمونا ووقفتم مع قريش وعاديتمونا وأنتم بنو عمنا. وإذا قيل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة وأمضى على المرء من إيش؟ من وقع الحسام المهندي. فالقصد أن القول الأول أن ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء يستحقون سهم ذوي القربى لأن النبي أعطاهم صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن سهم ذوي القربى لبني هاشم فقط، أن سهم ذوي القربى لبني هاشم فقط، وقالوا هو عوض عن الزكاة لأن الزكاة محرمة على بني هاشم، فيعوضون عن الزكاة بسهم الجهاد، هذا سهم غنيمة الجهاد تعويض عن الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على بني هاشم الزكاة صلى الله عليه وسلم، ولما أخذ الحسن أو الحسين يعني تمرة من الصدقة رماها النبي صلى الله عليه وسلم قال: كخ كخ، أما علمت أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فهذا القول الثاني أنها لبني هاشم خاصة. القول الثالث أنها لقريش عامة، لكل قريش لهم خمس الخمس، هم ذو قرب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قريشا قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، كل قريش أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، هي قبيلة واحدة قريش، مثل حين نقول قبيلة العجمان، قبيلة العتبان، قبيلة المطران، هي قبيلة قريش، كلهم أبناء عمومة. أبو بكر يلتقي مع النبي في الجد الثامن، عثمان يلتقي مع النبي في الجد الخامس، علي يلتقي مع النبي في الجد الأول، فهم في النهاية سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيد، عامر بن الجراح، سعيد بن زيد، كل الصحابة رضي الله عنهم القرشيون كلهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يلتقي معه في الجد الأول، هذا يلتقي معه في الثاني، في الثالث، في الرابع، في النهاية كلهم أبناء قريش الذي هو فهر. فقالوا كل قريش، وذلك أن نجدة الحروري لما جاء لابن عباس وسأله عن الخمس، خمس ذوي القربى لمن؟ فقال ابن عباس: قلنا لنا وأبى علينا قومنا ذلك، يعني أبت علينا قريش أن سهم ذوي القربى لقريش كلها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش كلهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أنا قريبكم، أنا منكم وفيكم، ودوا القرابة التي بيني وبينكم، لماذا تقاتلونني؟ لماذا تؤذونني؟ لماذا تحاربونني؟ أنا لا أريد منكم شيئا، لكن احترموا القرابة التي بيني وبينكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لكن ودوا القرابة التي بيني وبينكم. إذن هذه 3 أقوال في سهم ذوي القربة: أنه لبني هاشم فقط، أنه لبني هاشم وبني المطلب، أنه لقريش كلها لأنهم جميعا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. اليتامى قيل عموم اليتامى وقيل الفقراء من اليتامى، لأن قد يكون يتيما وليس
وليس فقيرا. ممكن؟ ممكن يتيم غني؟ ممكن يتيم غني. قالوا فقراء اليتامى وليس عموم اليتامى، وإنما المحتاجون من اليتامى. وآخرون قال لا، عموم اليتامى يأخذون من هذا السهم، لأنه ليس لهم من يصرف عليهم، كما أن ذوي القربى يأخذون فقيرهم وغنيهم، كذلك اليتامى فقيرهم وغنيهم يأخذ. والمساكين، المسكين والفقير شيء واحد. والمسكين قالوا أحسن حالا من الفقير، لكن في النهاية إذا ذكر الفقير دخل معه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير. وابن السبيل، ابن السبيل هو الذي يكون في البلد وليس من أهلها، وإنه عابر سبيل، مسافر إلى بلد آخر، قد يحتاج إلى بعض المال أو كذا، وإن كان غنيا في بلده لكن الآن ليس غنيا، يعطى من هذا السهم. إذن خمسة أخماس، خمس لله والرسول 4%، لذوي القربى النبي صلى الله عليه وسلم 4%، لليتامى 4%، للمساكين 4%، لابن السبيل 4%، يبقى كم؟ 80%. لمن؟ المجاهدين، يعني مو اللي حاضرين المحاضرة الحين. ها؟ إن شاء الله يجعلنا احنا من المجاهدين. ايه طيب، ونحصلها إن شاء الله، تعالى المانع. طيب، يقول إن كنتم آمنتم بالله، يعني إن كنتم فعلا آمنتم بالله إيمانا كاملا، عليكم أن تلتزموا بما حكم الله به، لا تعارضوا، لا تعترضوا على حكم الله تبارك وتعالى. إن كنتم مؤمنين فهذا تقسيمها، هكذا تقسم الغنيمة. قال إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ماذا أنزل الله تبارك وتعالى يوم الفرقان؟ يوم الفرقان هو يوم بدر تقريبا، سورة الأنفال تتكلم عن غزوة بدر. قال وما أنزلنا على عبدنا يوم بدر، يوم الفرقان الذي فرق الله بين الحق والباطل لما انتصر المسلمون على المشركين، يوم التقى الجمعان. ماذا أنزل الله تبارك وتعالى؟ قالوا أنزل الله النصر على المؤمنين. ممتاز، أنزل شيئا آخر، أنزل المطر الذي ثبت أقدام المؤمنين، لأنهم كانوا على أرض صلبة وساخت الأرض الرملية في الكفار لأنها الأمطار آذتهم بهذا. ماذا أنزل بعد؟ أنزل الملائكة، أنزل الملائكة الذين نصروا المؤمنين وقاتلوا معهم. ماذا أنزل؟ أنزل التثبيت في قلوب المؤمنين، فثبتوا الذين آمنوا، أنزل التثبيت في قلوب المؤمنين والطمأنينة والسكينة. إذن وما أنزلنا على عبدنا، أي واحد من هذه الأربعة ممكن تكون؟ كلها، كلها، نعم كلها أنزلها الله تبارك وتعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع المشركين بقيادة أبي جهل لعنه الله. يقول والله على كل شيء قدير، أي لما نصركم وثبتكم وقواكم سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أنتم إذ أنتم يعني أذكروا، تذكروا هذا اليوم. تصوروا الآن هذا الكلام نحن نقرأه اليوم، فما بالك الصحابة عندما يقرؤون هذا الكلام؟ لأن الكلام عنه، لما يعيش هذا الجو ويتذكر يقرأ قول الله تبارك وتعالى إذ أنتم، يقول نعم صح، كنا هناك، كنا نحن، فهذا يعطيه انتعاشا وراحة وطمأنينة وثقة بالله تبارك وتعالى. الله يتكلم عن واقع عاشوه رضي الله عنهم. يقول إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. أنتم أي المسلمون بالعدوة الدنيا، العدوة هي طرف الوادي اللي فيه انحراف، حتى الإنسان لما يمشي عليه ممكن يطيح، هذه العدوة، عدوة الوادي حافته. أنتم بالعدوة الدنيا هم بالعدوة القصوى، يعني أنتم القريبة هم البعيدة. قريبة وبعيدة من ماذا؟ من المدينة. أنتم أقرب إلى المدينة، هم أقرب إلى مكة. الآن الطريق بين مكة، بدر بين مكة والمدينة، بدر
بين مكة والمدينة، فيقول أنتم أقرب إلى المدينة، هم أقرب إلى مكة، فهم أبعد عن المدينة وأنتم أبعد إلى مكة. يعني لو كان العكس، لو كان المقصود مكة فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه إيش؟ بالعدوة القصوى، والمشركون بالعدوة الدنيا بالنسبة لمكة. لكن الكلام عن المدينة، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، أي من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والركب أسفل منكم. الركب لا يقال ركب إلا لجماعة الإبل، الركب لا يقال ركب الخيل ولا ركب الحمير، الركب للإبل. والركب هنا هو عير أبي سفيان الذي خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلوات ربي وسلامه ما خرج من المدينة إلى هذا المكان للقتال، وإنما خرج للركب، خرج للعير، خرج للتجارة التي جاءت بها قريش من الشام إلى مكة، فأراد النبي أن يعترضها ليأخذ بعض الحق الذي ظلمتهم في قريش، فخرج لهذا العير. ولذلك كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 310. والدليل أنهم ما خرجوا لقتال، ما أخذوا دروعا وهذا للقتال أبدا. كم فرس معهم؟ فرسان فقط. عادة لما يذهبون القتال يكون معهم إيش؟ أفرس. طيب كل واحد معه فرس القتال، لأن الفرس هي التي يقاتلوا عليها، وإذاك تعطى إيش كما قلنا؟ سهمان في القتال. فيقول الركب أسفل منكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم صار في عدوة والمشركون في عدوة، والركب أسفل اللي هو ركب أبي سفيان. هذا الركب، ركب أبي سفيان، لما جاء من الشام يمر على طريق المدينة، المدينة بين الشام وبين مكة، والنبي خرج ليعترضها هذه العير، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين لينظر العير وين وصلت وين كذا حتى يعترضها صلى الله عليه وسلم. فخرج هذان الرجلان فوصل إلى ماء، نقعة ماء الناس يستقون منها وكذا، فوجد امرأتين عند الماء بعيدتان قليلا عنهما، فصار يستمعان ماذا تتكلمان. فواحدة تقول لصاحبتها، هما جاريتان خادمتان يعني، تقول لها أعطيني الحق الذي لي عليك، فالثانية ترد عليها غدا أو بعد غد تأتي العير وأعطيك نصيبك، غدا أو بعد غد تأتي العير وأعطيك حقك أو نصيبك. كان هناك رجل قال لهم مجدي بن عمرو مشرك. مجدي بن عمرو لما سمع المرأتين تختصمان أتاهما، فسمع منه قال صدقت فعلا العير ستصل بعد يوم أو يومين، هذا طريقه ستصل، وكان في الطريق مع أبي سفيان. فاستمع هذان الرجلان هذا الكلام فرجع إلى النبي وأخبره صلى الله عليه وسلم أنه سمعنا امرأتين ومعهما رجل وقالوا إن العير ستصل بعد يوم أو يومين. في هذا الوقت قرب أبو سفيان من هذا المكان، وكان قد سبق القوم حتى، لأن كان عنده إحساس أن في احتمال تعترضه يعني خيول النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع يستعلم الأخبار. فوجد مجدي بن عمرو هذا فأتاه فقال له يا مجدي، هل رابك شيء؟ هل رأيت أحدا غريبا في هذا المكان شيء؟ قال له إلا رجلين استقيا من الماء. قال أين وقفا؟ قال في ذاك المكان. فذهب أبو سفيان إلى ذاك المكان فنظر إلى بعر البعير أو البعيرين اللذين كان عليهما، فأخذ البعر ففته فوجد الفصم
اللي هو الطعام العبث. فأخذ فنظر إليه قال هذه علائف يثرب، هذا تمر يثرب، إذن في أحد جايني من المدينة سيعترضني، هذه علائف يثرب. فلما رأى علائف يثرب غير طريقه، غير طريقه وساحل، أي مشى على طريق الساحل على طريق جدة، غير طريقه إلى طريق جدة، باعد لكن نجا بالعير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل إلى قريش، لأنه كان قد أرسل إلى قريش يقول لهم إن محمدا قد خرج لعيركم، وخرجوا بألف فارس، ذكرنا هذا في البداية. فأرسل يا قريش نجت العير، اطمئنوا، عرفت وين مكانهم ونجوت بالعير، قد نجت العير فارجعوا فقد حفظ الله أموالكم وتجارتكم. فقالت قريش إذا نرجع، وإن كانوا قد خرجوا بألف مسلحين مدججين على أفرس يعني جايين لقتال، فقالوا خلاص نرجع. فقال أبو جهل لا نرجع، احنا الحين خرجنا وألف، كانوا 1300، قال نحن الآن خرجنا بهذا العدد ما نرجع حتى ننحر الجزر يعني الإبل ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتغنينا القيان يعني الجواري تغني علينا وتسمع بنا العرب فيهابوننا أبد الدهر، يهابوننا أبد الدهر ما نرجع. يقول أبو جهل نقعد كم يوم حتى يعلم العرب بخروجنا وقوتنا وكذا فيسمعوا بنا فتقع الهيبة في قلوبهم. فقال له الأخنس بن شريق بل نرجع وقد سلم الله تبارك وتعالى تجارتنا وإبلنا، لماذا أنا سأرجع؟ فرجع الأخنس بن شريق ورجع معه كل بني زهرة، بنو زهرة اللي هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن عوف، قالوا نرجع ما نريد أن نقاتل، خلاص ما نريد أن نبقى، هم ما يدرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نرجع. قال نرجع. وقال بنو عدي نرجع، قوم عمر بن الخطاب قالوا نرجع، ها كلهم قريش هؤلاء. بقيت باقي أفخاذ قريش، بنو مخزوم، بنو عبد المدان، بنو هاشم، بنو المطلب، بنو نوفل، بنو سهم، بنو عبد المدان، بنو أسد، باقي أفخاذ قريش، تيم، قالوا لا نبقى مع أبي جهل، وكان أبو جهل قائد. فرجع 300 تقريبا وبقي 1000. يقول الله تبارك وتعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، يعني تحت، لأنه ليش أسفل؟ لأنهم على عدوة على مكان مرتفع، والركب ذهب إلى أين؟ إلى البحر، والبحر دائما إيش؟ وأسفل منطقة، أسفل منطقة والبحر، ذاك يقيسون الارتفاعات وكذا على مستوى البحر، فهو ساحل البحر أي مشى على قريب من البحر فهو صار أسفل منهم. قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، يعني لو تواعدتم أنتم وقريش للقتال لاختلفتم في الميعاد، لكن شوفوا شلون الله رتبها سبحانه وتعالى. وهذا معنى اسم اللطيف سبحانه وتعالى، وهو الذي يأتي بالأشياء سبحانه وتعالى دون علم الناس بكيفية إتيانه بها سبحانه وتعالى، بخفاء عن الناس. يقول الله تبارك وتعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، إما هؤلاء يترددون أو هؤلاء يترددون، إما هؤلاء يتأخرون أو هؤلاء يتأخرون، لكن لما كان التقدير من الله سبحانه وتعالى قدر سبحانه وتعالى أن يجتمعوا في هذا المكان في هذا الوقت على هذه الحال التي هم عليها. يقول ولو تواعدتم يعني أنتم وقريش لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما ساحل أبو سفيان بالعير أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك علي بن أبي طالب
والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، أرسلهم مع مجموعة ينظرون يعني هل يجدون أحدا من قريش، أو كأن النبي بلغه أن قريش خرجت للقتال. الآن عندنا إذا ثلاثة أشياء: الرسول صلى الله عليه وسلم معه، عير أبي سفيان، قريش بخيلها ورجلها. إذا ثلاثة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جهة العير وأخبره أن العير ستصل بعد يوم أو يومين، وفعلا لما وصل أبو سفيان غير طريقه ونجا بالعير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش للقتال، فأرسل عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص مع آخرين ينظرون في حال قريش، ولم يخبرهم عن شيء. فوجد رجلين فأمسكوا بهما فأتوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو يصلي نافلة صلى الله عليه وسلم. فقالوا لهما: لمن أنتما؟ قال: لقريش. هم ودهم إن لمن؟ لأبي سفيان، لأنه يريدون العير، ما يريدون يقاتلوا، وما استعدوا لقتال، وما خرجوا لقتال، ولا عندهم أسلحة قتال، ولا عندهم أفرس قتال. فقالوا: نحن لقريش. شلون لقريش؟ لا، احنا جايين للعير مو جايين لقريش. قال: لا، أنتما لقريش، أنتما لأبي سفيان. قال: لا، نحن لقريش. قال: بل أنتما لأبي سفيان. قال: لا، بل نحن لقريش. فصاروا يضربونهما، فضربوهما ضربا شديدا، فقال: نعم، نحن لأبي سفيان. لما جاءهم الضرب قال: نحن لأبي سفيان. فلما قضى النبي صلاته صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه قال: إن صدقاكما ضربتوهما، ولما كذبا تركتوهما. هما لقريش. هذا مثل الإنسان الحين اللي يعذبون هؤلاء الناس وكذا، يعذب بالآخر يقول: إيش تبي أقول؟ اللي تبي أنا أقر لك فيه، أوقع لك على بياض، إيش اللي تبي، بس أنا مستعد موافق، بس فكني من الضرب، أرحني. فهؤلاء كانوا كذلك، لما ضربوهما قالوا: ماذا تريدون؟ قال: أنتما لأبي سفيان. قال: نحن لأبي سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقاكم ضربتموهما، وإن كذباكم تركتموهما. هما لقريش. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أين قريش؟ قالوا: عند الكثيب، لأن أشار إلى مكان، قال: هناك قريش، عدوى الدنيا والعدوى القصوى، قال: خلف الكثيب هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عدتهم؟ قالوا: لا ندري. قال: كم عددهم؟ قالوا: لا ندري. غلامان، خادمان، كم عددهم؟ قال: لا ندري. قال: كم يذبحون كل يوم؟ قال: يوما يذبحون 10 من الإبل، ويوما يذبحون 9 من الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم بين 900 والـ1000. هم بين 900 والـ1000. ثم تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه أن قريشا قد قدمت. ثم سألهما، نعم، سألهما النبي صلى الله عليه وسلم: من قريش موجود؟ من الأسماء البارزة اللي موجودة من قريش؟ قال: عمرو بن هشام أبو جهل، وأمية بن خلف، وأبي بن خلف، والحارث بن النضر، وعمرو بن عبد ود، وعقبة بن أبي معيط، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وسهيل بن عمرو، وحكيم بن حزام، يعني وزمع بن الأسود، يذكروا يعني سادة قريش، الكبارية في قريش كلهم طلعوا تقريبا. طيب، فقال النبي، التفت النبي إلى أصحابه قال: خرجت لكم قريش بفلذات أكبادها. رؤساء قريش كلهم موجودون، خرجت لكم لألقت إليكم قريش بفلذات أكبادها. ثم بشرهم بالنصر صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى:
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي كتبه الله أن يقع، كتب الله أن يكون قتال عن غير ميعاد يظهر الله فيه أهل الإسلام ويعزهم ويجعل هذا اليوم يوم الفرقان الذي يفرق الله فيه بين الحق والباطل. يقول ليهلك من هلك عن بينة، واضح إلى جهنم وبئس المهاد، الأمور واضحة، من هلك يهلك عن بينة ووضوح. ويحيى من حي عن بينة كذلك، عن وضوح. ولذلك قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي بالناس. ليست الحياة والموت هنا اللي هي الموت الذي هو فقدان الروح، لا لا، يقصد يحيى من حي عن بينة أي حياة القلب، ويهلك من هلك عن بينة هلاك القلب. يقول وإن الله لسميع عليم، سميع أي مجيب للدعوات سبحانه وتعالى، يسمع دعاءكم ويسمع كلامكم ويرى أحوالكم ويعلم كل شيء عنكم، وإن الله لسميع عليم سبحانه وتعالى. وهنا إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، فيها قراءتان، العدوة بضم العين والعدوة بكسر العين، العدوة بضم العين والعدوة بكسر، هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قرأها مرة العدوة وقرأها مرة العدوة بكسر العين. وكذلك ويحيى من حي عن بينة بفتح التشديد، ويحيى من حيي عن بينة، أيضا قراءتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا، النبي صلى الله عليه وسلم نام نومة ثم قام وقال لأصحابه أبشروا فإن الله سينصركم عليهم على قريش، لأني رأيتهم قليلين في منامي. وهذا فيه تثبيت وطمأنينة وراحة المؤمن حتى يتحمسوا للقتال، إحنا أكثر منهم يعني هم قليلون، مع أن العكس، المسلمون 310 المشركون 1000، المسلمون خرجوا للعير وهؤلاء خرجوا للقتال، المسلمون ليس معهم أسلحة هؤلاء معهم أسلحة، سلاح الراكب يعني سيف فقط، أولئك جاءوا مدججون بالسلاح، مدججين بالسلاح، هؤلاء معهم فرسان فقط، هؤلاء كلهم كل واحد عليه فرس تقريبا، يعني الأمر مختلف تماما، يعني قريش مستعدة للقتال 100%، بينما المسلمون غير مستعدين للقتال. فالله تبارك وتعالى أرى نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا يطمئنه فيها، أراه في منامه أن قريشا قليلون. يقول الله تبارك وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ثم قال ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، يعني لو رأيتهم في المنام كثيرين كما هو واقعهم لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. لماذا؟ لأنه إذا قال للصحابة ترى قريش 1000 وجاءوا بعدهم وعديدهم مستعد حالهم مستعد وهم مستعدون للقتال وكذا، ممكن البعض إيش يخاف، ممكن البعض يقول يا رسول الله خرجنا العير ما خرج معنا أصحاب، لم نستعد للقتال، نرجع ونستعد للقتال ونعدهم مرة ثانية للقتال كذا، لفشلتم. والفشل هو عدم تحقيق المراد سواء قبل البدء أو أثناء العمل به، لفشلتم ولتنازعتم، يقع نزاع بينكم، ناس يقول تقدموا ناس يقول لا تتقدموا، لا، الله تبارك وتعالى أراهم، أرى النبي صلى الله عليه وسلم العدد قليلا حتى يتشجع أصحابه المسلمون الذين معه. يقول الله تبارك وتعالى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، يعني سلم من وقوع الفشل، سلم من وقوع التنازع سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما يحيك في الصدر، يعلم سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي
الصدور يعلو ما أخفيتم وما أعلنتم سبحانه وتعالى. قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم، الآن بدأ اللقاء، واجه النبي صلى الله عليه وأصحابه قريشا ومن معهم. يقول الله جل وعلا وإذ يريكموهم إذ التقيتم، يعني واذكروا، يذكرهم هذا متى؟ بعد أن رجعوا إلى المدينة ونزلت هذه الآيات. يقول وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، يعني حتى لما جاء المسلم الآن النبي رآهم أين؟ في المنام. الآن صارت اللقية حقيقة، ومع هذا الله تبارك وتعالى زيادة لتطمين المسلمين أراهم أيضا قريشا قليلين أيضا، حتى إيش؟ يتشجعوا على القتال. لكن في المقابل أيضا قال ويقللكم في أعينهم، ما كثر المسلمين في عين قريش حتى لا يهربوا، لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقع هذا القتال، يريد أن يقع يوم الفرقان، يريد أن يقع النصر للمسلمين، يريد أن ترفع راية الإسلام، يريد أن يهين المشركين أبا جهل ومن معه، حتى تسمع بنا العرب الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس. يريد الله تعالى أن يكسر فيهم هذا العنفوان الذي يجدونه، فشجعهم على القتال، فشجع البعض على البعض سبحانه وتعالى. قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهو نصر المسلمين على المشركين، وإلى الله ترجع الأمور سبحانه وتعالى. في النهاية الأمور كلها راجعة إلى الله، هو الذي يقدرها، هو الذي يسيرها سبحانه وتعالى. وفيها قراءتان، وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور، وهما قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول ابن في الدراسة الجامعية يريد خطبة فتاة تستعد للدراسة الجامعية وهو غير قادر، يعني قصد ماديا يمكن. والده نصحه بتكوين نفسه أولا فغضب وقال لا عقوق في الحقوق، فهل ظلمه الأب؟ وهل حق عق الابن أباه؟ وما يذب عشاء في هذه السن عند الوقوع في شباك الهوى؟ لا، هذا ليس من العقوق، يعني الأب غير ملزم بتزويج ابنه، لكنه هذا من الإحسان من الأب أن يساعد ولده على الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هو الذي يزوج نفسه، هو يكون نفسه. الأب إذا ساعد ابنه على الزواج فهذا من البر والإحسان من الأب، إذا ساعد ابنه على الزواج. لكن لا يلام الأب مثلا إذا لم يساعد ابنه، إما يكون عاجزا وإما يكون غير مقتنع مثلا بزواجه الآن، فلا يجوز للابن أن يغضب على والده ويتضايق لأن والده لم يساعده في الزواج لأنه غير مقتنع أن يتزوج الآن. عليه أن يتقي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض للبصر وأحفظ الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه أن يصوم ويدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظه، وسيحفظه سبحانه وتعالى. يقول أنا أحل واجبات طلاب الجامعة بمقابل مادي، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن تحل لهم الواجبات مقابل مادي، إلا أن تشرط عليه أن تحل الواجب وتكتب كتبه فلان الفلاني ويقدمه إلى الدكتور باسم فلان الفلاني، يجي الطالب للدكتور يقول تفضل هذا الواجب حل لي فلان، غير هذا ما يجوز، غير هذا ما يجوز، لأن هذا كذب وزور وبهتان وغش. أن يأتي الدكتور ويقول له أنا حليت هذا الواجب وما حل، حتى في المدرسة العادية، حتى في الابتدائي المتوسط الثانوي، كيف يتعلم هؤلاء؟ إذا كان واحد يحل الواجبات وواحد يمتحن عنه وواحد كذا، متى يفهم؟ متى يفهم؟ بس يبي شهادة وبس، ما يجوز. نعم.
من توضأ وقام بتنشيف كل عضو ثم أكمل العضو الثاني هل يعتبر فعله حلالاً إخلالاً للموالاة في الوضوء؟ لا، ليس إخلالاً. عندما يقول أهل العلم إن شرط صحة الوضوء الموالاة، أن يوالي بين عضو وعضو، ثم قالوا بحيث لا ينشف العضو الأول قبل أن يبدأ بالعضو الثاني، يقصدون ينشف من نفسه، يريدون المدة، بدل ما يقول لك لا تخلي دقيقتين مثلا أو ثلاث دقائق بين عضو وعضو، فيقول لك لما تغسل يدك مثلا إذا انتظرت لين تنشف اليد ثم بدأت غسل الثانية معناته قطعت مدة طويلة، جلست دقيقتين حتى تنشف مثلا، هذا أخل بالموالاة. فهكذا لما يقولون قبل أن ينشف العضو أي من نفسه. أما إذا نشف الإنسان عضوه خاصة في وقت الشتاء مثلا والبرد شديد مثلا، فيغسل العضو ثم ينشفه ثم يغسل العضو الثاني وينشفه، هذا لا يقطع الموالاة، لا يمنع الموالاة، والوضوء صحيح إن شاء الله تعالى. ما أدري، لكن هو يقول الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا اجتمعوا ثم أرادوا أن يفترقوا يذكر كل واحد منهم صاحبه بسورة العصر، والعصر إن الإنسان فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول كيف كانوا يقرؤونها؟ ممكن قراءة عادية الخفيفة هذه، بحيث أنهم تذكر أن هناك يعني لابد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر وعمل الصالحات وهكذا. تمحو؟ لا، الحسنات تمحو السيئات. الله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الحسنة تمحو السيئة لكن السيئة لا تمحو الحسنة. نعم. طيب، حكم وضع علم الدولة على شهيد المعركة، هذا يعني تقليد للغرب في مثل هذه الأشياء، ما فيها شيء لكن ما لها معنى. هل الزاني إذا تاب تكفيه التوبة أم يجب إقامة الحد عليه؟ فيه تفصيل. الزاني إذا تاب الأصل أن يستر على نفسه، لكن إذا شهد عليه أربعة بالزنا، وهنا يختلف، هو في الاعتراف الأصل أن لا يعترف، يستر على نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، لكن في حال عليه شهود فهنا لابد من الحاكم اللي هو القاضي أن يقيم عليه الحد إذا كان بالشهود، شهد عليه الشهود. أما إذا كان باعترافه فالأصل أن لا يعترف وأن يستر على نفسه كما ستره الله تبارك وتعالى. يقول ما الأفضل، أن أدعو الكفار إلى الإسلام أو أن أصحح أخطاء المسلمين؟ هكذا؟ أي نعم. يقول أيه، كله خير، كله خير، يعني دعوة الكفار إلى الإسلام خير عظيم، ونصح المسلمين وتوجيههم خير عظيم جدا. وما الذي يمنع أن تجمع بين الخيرين؟ أنت يسر لك كافر ادعوه إلى الإسلام، أنت يسر لك مسلم مقصر وجهه وصحح له، ما يجيك مسلم مقصر يقول والله مو فاضي كان شغلي كفار عرش لا، ولا يجيك كافر تقول له مو شغلي عن شغلي مسلمين عصاة، أبد، اللي يجي حيها الله خلاص. طيب، يقول توفي قريب لي وهو لا يصلي، هل أستغفر له وأدعو له؟ احنا ذكرنا هذا الأمر أكثر من مرة، قلنا إذا كان لا يصلي جحودا وعنادا وعدم اعتراف بالصلاة ويقول هذه الصلاة لا اعترف بها، هذا كافر، هذا لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه، بل ولا يصلى عليه ولا يورث، هذا كافر مشرك والعياذ بالله. أما إذا كان لا يصلي كسلا وهو معترف بالصلاة مقر بها وجوبها، وأحيانا يصلي، أحيانا يصلي الجمعة، أحيانا يصلي إذا كان هناك ناس يصلي يعني يستحي من الناس ويصلي، فهذا اختلف فيه أهل العلم، من أهل العلم من جعله كافرا أيضا كالأول، ومنهم من قال إنه فاسق مرتكب لكبيرة، بل هي من أعظم الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها كفرا،
قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، فهي من أعظم الكبائر. وأبو بكر رضي الله عنه لما قاتل مانعي الزكاة يعني قاسهم على الصلاة، قال لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فالقصد أنه تارك الصلاة في شرع الله تبارك وتعالى على المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة يسجن حتى يصلي أو يموت في سجنه، وعلى مذهب مالك والشافعي وأحمد يقتل حدا، هذا الذي يتركه تكاسلا. فلذلك الأمر صعب جدا وخطير جدا، ويجب مناصحة هؤلاء الذين يتهاونون في الصلاة. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قالوا الساهون هم الذين يصلون ويتركون، توعدهم الله بالويل، فكيف الذي لا يصلي أبدا؟ فعلينا أن نذكرهم بالله ونناصحهم وأن ندعو لهم أن الله يهديهم ويفتح على قلوبهم سبحانه وتعالى. لكن على كل حال الذي تميل إليه النفس أنه تارك الصلاة إذا كان تكاسلا فإنه لا يكفر، ولكنه يكون مرتكبا لكبيرة عظيمة، وبالتالي يجوز الدعاء له والاستغفار له، والله المستعان. يقول نريد تذكير الإخوان الذين يتركون أحد والديهم من كبار السن يراجعون وحدهم في المستشفى. والله هذا نراه أحيانا فعلا، عندما يذهب إنسان المستشفى يراجع يشوف الشايب ولا العجوز جاية مع السايق ولا مع الخدامة ولا كذا، وين عياله إذا كان له أولاد؟ طبعا فالأصل أن الأولاد لا يتركون أبائهم الكبار في السن وأمهاتهم يعني مع السايق أو مع الخادمة، يودونهم يجيبونهم وكذا، أو لوحده أحيانا. يعني لو كان ولده ما يخلي ولده يروح بروحه ويأخذ إجازة ويدور الأعذار حتى يوديه المستشفى، فكيف والدك؟ فعلينا نتقي الله في والدينا، والله المستعان. قضية تلبس الإنس بالجن هذه مسألة قديمة تكلم فيها أهل العلم، يعني هل يتلبس الجني الإنسي؟ فيها كلام طويل لأهل العلم، يعني أكثر أهل العلم أنه يقع هذا الأمر، لقول الله تبارك وتعالى الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قالوا يتخبطه الشيطان من المس أي يدخل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وقال بعضهم إنما يجري مجرى الدم في الوسواس الذي يوسوس له، والذي لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان نفسه، هذا يوم القيامة. أما قضية دخول الجني في الإنسي ويتخبطه في هذه الدنيا، فذكر الشيخ الإسلام تيمية أن هذا باتفاق من أهل العلم، وقال لم ينكر هذا إلا المعتزلة. هذا من حيث الكلام، لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هل يدخل الجني، قال قيل له إن أناس ينكرون ذلك، قال إنه يتكلم بلسانه، يتكلم بلسانه، لكن من حيث النصوص الشرعية لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الأحاديث الواردة في هذا أن إنسان صرع أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أخرجه، كلها فيها ضعف لا يثبت منها شيء. وإذا كان الأمر كذلك فالمسألة نقول الله أعلم، هل يتخبط الشيطان الإنسان يدخل فيه ويتكلم بلسانه وكذا أو لا يدخل، هذه فيها خلاف والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن أنا سألت كثيرين من الذين يقرؤون على الناس ويقول أكثر من 90% الذين يأتوننا وفيهم مس ما فيهم مس، أكثر من 90% الذين يأتون إلينا ويقولون فينا مس وفينا كذا كذا ما فيهم مس، وإن فيهم توهمات وقد يكون فيهم مرض عضوي صرع أو غيري أو كذا، ويظن الناس أنه مس لكنه ليس مسا حقيقيا، يعني يقر عليه شوي كذي كذا، مثل اللي يعطونا حبة قلب يعطونا فيتامين يقول هذه حبة قلب يأكلها يقول ما شاء الله صرت زين، وهذا يجي يقول فيني مس قال الحين طلع طلع أبشرك طلع قال الحمد لله ما فيني شيء ما طلعت شيء زين. فالقصد أنه الجن حقيقة هذا لا ينكرها أحد،
إيذاؤهم للإنس حقيقة لا ينكرها أحد، تلبسهم للإنس هذه فيها خلاف والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الناس يبالغون جدا في هذا، مثل العين ما يدرس مهمل ثم يسقط يقول العين شنو أنت مهمل، طيب يأكل أكل كثير ويخلط عوير على زوير حمدان على بطران بعدين يقول بطني واحد معطيني عين، أنت مخربط بالأكل وين واحد معطيك عين، وهكذا يعني من الطرف اللي حدثني أحدهم يقول هذا رجل ما شاء الله يعني قوي البنية، يقول جئته رأيته فإذا يده مكسورة فقلت له جاءك اللي يقواك، أنت دائما تفاخر علينا أنا قوي أنا قوي، لقيت اللي يأدبك، قال لا لا مو موجود هاللي أدبني، قال ويدك هذه مني كاسرها، قال عين، قال شلون، قال أنا كنت أتوضى وفجأة خلصت وضوء زلقت وانكسرت يدي بدون أي سبب، ما حد زلقت وانكسرت يدي، قال ممكن سؤال، قال نعم، قال كنت حافي، قال نعم، قال أرضية شنو، قال سيراميك، قال مو عين، الرجل مبللة وسيراميك كيف بتزلق وين العين، ففي ناس كل شيء عندهم عين يعلقون أخطائهم على العين وليس الأمر كذلك، كما قلت يعني العين حق والمس الذي أميل إليه أنه حق أن في مس وأن الجني يمكن يتلبس بالإنسان ويصرعه لكن ليس بالصورة التي يذكرها الناس، جل ما في الناس مبالغات لكن من حيث وقوعه الظاهر والله العلم أنه يقع فعلا، وأنا رأيت بعض الحالات التي من خلالها فعلا تشعر أنه مس حقيقي والعلم عند الله جل وعلا. طيب عندي شابان لم يعملا أحدهما شهادة مهندس والثاني طبيب، لم يجدا عملا وأنا أنفق عليهما وأعتبرها من الزكاة، صح أم خطأ؟ لا لا يجوز، لا يجوز أن يعطي الإنسان الزكاة لأولاده، الزكاة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع، يا لا تعطيه لولدك ولا ولد ولدك ولا ابنتك ولا لأمك ولا لأبيك ولا لجدك ولا لجدتك، الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، وإنما الزكاة تعطى لغير هؤلاء، أما أصولك وفروعك تعطيهم من حر مالك وليس من زكاتك. أي يقول إذا دخلت مطعما ثم فوجئت أنه فيه أغاني هل يجب علي أن أخرج أو لا؟ إذا كنت تستطيع أفضل تخرج، لكن لو ما خرجت ما عليك شيء، نفرق أهل العلم بين السماع والاستماع، يفرقون بين السماع والاستماع، الاستماع أنت رايح للأغاني تريد أن تسمع الأغاني هذا لا يجوز، أما إذا كنت لا رايح تشتري شيء أو رايح تأكل أو كذا وكان في أغاني ليس عليك شيء إن شاء الله تعالى. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى المدينة كان من أهم أوليائه أولياء أولوياته السرية التامة لكي لا يصل أي خبر إلى أهل قريش، فلماذا وكل عبد الله بن أرقة الدنيا سر مع أنه كان على دينهم؟ هذا الذي يقوله أهل العلم باب الاستعانة بالكافر إذا أمنه، إذا أمن الإنسان شر الكافر وأنه لا يفضحه أو لا يؤذي أو لا يخبر عنه أو كذا، إذا كان ثقة وإن كان كافرا إذا كان ثقة فيجوز أن الإنسان يعني يستعين به. أصبر، هذا بالنسبة للركاز، يقول اشتريت أرضا أو كنت في البر حفرت أرضا، المهم يقول إذا وجدت كنزا فهل أخرج منه الخمس أو لا؟ أول شيء لابد أن ينظر في هذا الكنز هل هو ركاز أو غير ركاز، الركاز هو دفين الجاهلية وغير الركاز دفين الإسلام، كيف نعرف دفين جاهلية أو دفين الإسلام؟ علماء الآثار الآن يعرفون، إما أن تكون نفس هذا الذهب أو عليه علامات، مثلا عليه علامة الدولة الأموية أو الأتراك أو دولة مصر أو كذا،
يعني دول يعني بعد الإسلام، فهذا دفين الإسلام، هذه لقطة. وأما إذا كان دفين جاهلية يعني هي علامات، يقول هذا مثلا أيام الآشوريين، أيام الفراعنة، أيام يعني قبل الإسلام، قبل الإسلام، هاي يسمونه دفين الجاهلية، هذا يكون ركازا. الركاز إذا وجده الإنسان يخرج الخمس مباشرة، ما ينتظر يدور عليه الحول، يخرج الخمس لبيت مال المسلمين وله الباقي. أما دفين الإسلام هذه لقطة، لقطة تسمى لقطة، هذه اللقطة ينظر لمن يعرفها سنة كاملة، قد تكون لأحد دافنها مثلا عن أحد. أما إذا كان يبحث عن الذهب في البلد وكذا وكذا والدولة تمنع من ذلك، هذا لا يجوز أيضا. إذا كان ولي الأمر يمنع من هذا الأمر مثلا، هذا أيضا لا ليس له أن يبحث بهذه الطريقة. على كل حال، لو قدر أن أحدا وجد شيئا ينظر هل هو دفين الإسلام أو دفين الجاهلية. إن كان دفين الجاهلية فيخرج الخمس وله أربعة أخماس، وإن كان دفين الإسلام حكمه حكم اللقطة. هنا حكم لمس لسان الثعلب، هل مثل الكلب؟ لا هذا خاص بالكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، هذا بالنسبة للكلب وليس للثعلب. يقول كان لدي اختبار دور ثاني وكنت مذاكرا، لكن الاختبار كان صعب جدا والمدرس كان يغشش الطلبة، فغشيت لكي أنجح ولا أسقط، هل شهادتي حرام؟ أنا أستغرب يعني هذا هل يستحق أن يكون مدرسا يعني يغشش الطلبة؟ هذا مفسد في الأرض. قضية والله أساعدهم مساكين يكسون الخاطر، هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي، هذه مساعدة في الباطل والعياذ بالله، هذه مساعدة إبليس. فلذلك هذا لا يجوز له ذلك، هذا المدرس لا يجوز له ذلك أن يغشش الطلبة بحكم أن حجة الاختبار صعب أو كذا، لا يجوز هذا له أبدا. أما هذا الطالب إذا كان غش، نعم ما يجوز، إذا كان غش أكثر الاختبار فإنه شهادة حرام، نعم ما تجوز، هذه الشهادة باطلة. يقول يتم خياطة بعض الجرحى في العمليات بخيط من الخنزير، فهل محرم؟ ما يجوز هذا، وهذا غير موجود بالكويت، أنا سألت عنه في الكويت لا يوجد هذا الأمر، ممنوع بالكويت الحمد لله، في بدائل، في بدائل، لكن قد يكون في الخارج ممكن، لكن عندنا هنا الحمد لله غير موجود. ماذا يفعل بورث الكافر؟ يرثه الكفار من أقاربه إذا كان هذا الكافر له أولاد، أولاد مسلمون وأولاد كفار، يرثه أولاده الكفار ما يرثه أولاده المسلمون، والعكس صحيح، إذا كان مسلما يرث أولاده المسلمون ولا يرث أولاده الكفار، فنفس تقسيمة الميراث لكن للكفار وليس المسلم. أما إذا لم يكن له ولي فماله لبيت المال، يأخذ عامة المسلمين، يكون لبيت المال لعامة المسلمين. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.